لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم المدير العام لشركة مولودية الجزائر رفيق حاج أحمد لمدة عام على خلفية تصريحاته ضد رئيس الرابطة محفوظ قرباج والطريقة التي تسير بها هيئة قرباج. للتذكير، هذه هي العقوبة الثانية من الرابطة المحترفة في حق مسؤول ناد بعد عقوبة جمال عماني رئيس أمل الأربعاء، ما يؤكد إصرار الرابطة على الذهاب بعيدا في قضية معاقبتها لأي مسؤول رياضي يقوم بانتقاد الرابطة. كما عاقبت اللجنة لاعبي شبيبة القبائل صديقي بمباراة واحدة وهشام شريف لاعب اتحاد البوليدة بنفس العقوبة. وللحديث أكثر عن هذه العقوبة نربط الاتصال بالمدير العام لشركة مولودية الجزائر رفيق حاج أحمد. أهلا بك سيدي. أهلا الأخت، أهلا بكل متفرجين قناة النهار. بداية سيدي، كيف استقبلتم قرار هذا الإقصاء؟ والله حقيقة أنني نقدر نقول لك جسوي تخي تخي ديشي، تفاجأت كثير يعني بهذا القرار اللي حقيقة يعني والله كما نقول لك أنا سمعتك في التصريح تاعك، قلت لي العقوبة تصريحات ضد رئيس الرابطة. أنا الحمد لله ما كان فيها أي تصريحات، وهذه الامور هذه واضحه. احنا لما الرابطه برمجت لقاء مولوديه الجزائر مع شبيبه القبائل في ملعب بولوغين، احنا قلنا من احنا كما قلت اخترنا يعني اتصلنا بالرابطه. انا شخصيا اتصلت بالرئيس الرابطه عده مرات هاتفيا باش نستفسر وما جاوبنيش، وكما نقولوا ما نقدرش نقول على هذا ما جاوبنيش. احنا بعثنا برساله، الحمد لله الرساله راهي موجوده للرابطه، وبعثنا نسخه منها للفيدراليه، لان رئيس الرابطه صرح قال باللي هذا اللقاء يعني كي كنا هو صرح كان في قناتكم وقناه الهداف، وقال باللي الفار هي اللي احنا كي رسمنا له عملنا نسخه للفيدراليه، وطلبنا باش فريق بلوديه يستقبل شبيبه القبائل في ملعب 5 جويلية كما هما اللي تقدموا به، قال كل الدربيات ولقاءات الكبرى كما هو حدد لقاء شبيبه بلوزداد وبلوديه الجزائر وشبيبه القبائل في 5 جويلية. وقلنا احنا ثاني تمحقنا كفريق كبير من جانب خاصه من جانب الامني يعني خاصة، وهذا الشيء ضروري بعد ما شفنا الامور اللي جرات بين في اللقاء الاول بين مولوديه الجزائر شباب بلوزداد في اول لقاء تاع البطوله في بولوغيت. احنا رسلنا الرابطه يعني من جانب يعني بور كيما نقول لك سونسيبيليزي لي جون، من خاصه ونكررها من الجانب الامني، وان هذا اللقاء يعني كبير ويعني ولا سيتياسيون تاع الفريقين قدامنا فيه يعني عده جماهير تفادى على الملعب، يعني في هذا الظرف احسن ملعب 5 جويلية، والحمد لله راه افتتح ملعب 5 جويلية وكان فيه ديربي. وانا من هذا الجانب يعني الملعب اللي يقدر يحتضن هذا اللقاء ملعب 5 جويلية، احنا راسلناه اللي نطالبهم. بعد 10 ايام انا تفاجات انا استدعوني، حتى ما حتى يعني ما كنت عارف على ما استدعوني مشيت يعني. نعم سيدي عادي. اذا سيدي تعتقد انه قرار ظالم في حقكم لانه مجرد ابداء للراي؟ والله قسم، وخاصه بالقرار اللي عملوه، قالوا يعني بالقانون الماده 78 الماده 78 تقول لك من التصريحات. انا ما حكيت حتى جريده صرحت باللي قلت، انا بعت رساله ما عندي هنايا يوم 6 سبتمبر لتغيير كما نقول لك لو نستطيع نغير هذا اللقاء، وخاصه مازال يعني يلعب يوم 15 اكتوبر يعني عندنا الوقت الكافي. هذا الجانب احنا بعدنا باش يعني كما نقول لك سونسيبيليزي الناس باللي من جانب الامني هذا اللقاء يعني عنده حساسيه كثيره هكذا. وكما لقاء ملعب 5 جويلية افتتح، قلنا يعني من الاحسن في يعني حتى تكون فرجه احسن ويكون يعني تنظيم احسن يعني ويكون جماهير كبيره تتفادى على هذا لمشاهده اللقاء. والله غير تفاجات انا صراحه تفاجات نراسلو باش يعني نطالب، انا كنت نظن باللي كما نقول لك والله ما من لسان يعجز على الكلام. اذا ما هي الخطوه التي ستقوم بها بعد هذا القرار؟ كما نقول لك القانون يقول لك يعني 48 ساعه باش ندير الكور، وانا عملت الريكور الان قدامنا راح نقدمه يعني الفيدراليه، وان شاء الله احنا حتى العقوبه اللي منص عليها لو يعني لو نقول نفرض عقوبه القانون اللي نص عليها شهرين، في قانون الماده 78 راه ينص عليها
كما نصوا عليها هما في السيف تاعهم وين يكتبوا العقوبه من قانون 73، راه يقول فيها عندي لما يكون لعاب نفرض تصريحات يعني ضد كذا من 4 مقابلات زائد غرامه ماليه 50,000، ولما يكون مسير شهرين زائد غرامه 60,000، انا داروا لي سنه و200,000 دينار جزائري. والله تفاجات انا من كل الجوانب من كل النواحي على علامه استفهام. نعم، وما هي الكلمة التي يمكن أن توجهها لرئيس الرابطة محفوظ قرباج بعد هذه العقوبة؟ والله كلمته نقدر نقول لك أكثر من 10 مرات، أكثر من 10 كل يعني طيلة الأسبوع، وأنا ما كما ودون علم هذا المشكل، والله غير دون علم كلمته ما يردش على الهاتف في حقه، ما يردش عنده كما نقول لك سيزونجاجمون في الخدمة وكذا. أنا نقول يعني ما أي ما ذنب ما ذنب ذنب رفيق حاج أحمد في هذا. انا راسلتكم كما نقول لك احترافيه، انا ما تكلمش ولا ماني طلبت في قنوات ولا، انا ارسلت رساله بالاحترافيه. انا ما تلقيتش رد على رسالتي، تلقيت عقوبه. انا راسلت الرابطه باحترافيه برساله اللي نطلب فيها يعني هدايا من اي كما نقول لك باش تكون تنظيم هذا اللقاء في احسن ظروف، حتى باش ما نندموش. يعني في اللقاء الاول مولودية تبع في بولوغين، احنا باقا الملعب بولوغين صغير قدامنا منا ما يقدرش يحتضن هذا مباريات من هذا الحجم. احنا قلنا نتفاداو يعني من المشاكل الامنيه، وخاصه هذه ضد ارواح الشعب هذا ولادنا وخاوتنا وكذا. الجمهورية كان يحب يشوف فرجه، يحب لقاء مولودية الجزائر شبيبة القبائل، كاع الناس تحب تتفرج. لكن احنا يا والله نقدر نقول لك ما عنديش الكلام، اللي تفاجات. نعم، سيد رفيق حاج أحمد المدير العام لشركة مولودية الجزائر، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات.